يا حبيبي يا مروان. صباح الخير يا حياتي، انتي طالق. هايدي هدي نفسك شوية يا حبيبتي، انت لحد دلوقتي واخده 3 حقن يا هايدي وبرضه ضغطك مش راضي يتظبط. انتوا بس شكلكوا كان حلو وزياده في الحفله مش اكتر، فهو اكيد في حاجه غلط. نو واي، انا متاكده ان هو اكيد يا اما بيهزر معاكي هزار بايخ او عامل فيكي مقلب سخيف يا حبيبتي. مش قادره افهم. أنا ما علمتكيش كده يا هايدي. فاكرة أول يوم ليكي في الشركة؟ لما شاورتلك على مكتبي وقلتلك ده هيبقى مكتبك؟ فاكرة أول درس قلتهولك إيه؟ إن ما ينفعش تتخذي أي قرار في أي حاجة سواء بالقبول أو الرفض إلا ما تدرسي الحالة المتعلقة بالقرار ده؟ أنا ما بقولكيش ما تزعليش، بس عشان خاطر أجلي الحزن ده شوية لحد ما نعرف ايه سبب الحكايه دي. اوكي روح بابي. ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاحسان الى الجار وليس ضربه او بطحه يخت كوريا. دروسيه مولانا مش حوار يعني. فيها ايه؟ وان الاحسان الى الجار ليس بالتعرض لفتاه في ليله بهيجه امام من يسوى ومن لا يسوى يا اخ سلومه. انا ما تعرضتلهاش يا مولانا. انا فيش بيني وبينها حاجه غير حوار البيت والفلوس اللي ام تلاقي لها الا الله عارفاه. انا ما قلت لها هي وامها قبل ما تتسجن يا بنت الناس ادفع حصتك في تنكيس ام البيت اللي هيقع على دماغك ام اللي خلفه امنا ولا حياه لمن تنادي وفي الاخر هي تصرف على المحل. كنت بتتكلم معاها ليه بقى يا عم الامور انت؟ بصفتك ايه؟ هي مش مخطوبه لشحت قدامك؟ ما تيجي تتكلم معايا ولا انت ما بتتكشفش على رجاله؟ وبعدين لا تغضب لا تغضب يا اخي سلومه. انت شايفه يا معلم بيقول ايه؟ ما هو ابراهيم كبدكي عنده حق برضه. ما انا لو ليا خطيبه وماشيه في الشارع وجه واحد طور بغل اتعرض لها، لا والله العظيم ده انا اكون واكلاه بسناني ده همت. بس شبان اليومين دول هم اللي خرعيني يا اخويا، زي الواد ابني ده اهو ما وراهوش غير الرقص والطبلت والنار. عيال مراقيع يعني. هما شرحوا لك وعلقوا لك على باب المحل يا موسوكه عشان ابقى جدع؟ ايوه المفروض. طب يلا يلا يا يا جماعه يا جماعه اهدوا اهدوا يا موسوكه، كوني محضر خير. فليأكل خيرا او ليصمت، فليأكل خيرا او ليه ليصمت. يا عم الشيخ يا عم الشيخ، ده انا وليا غلبانه ومن كسره وعايشه لوحدي مع خالتي اللي عندها لطف عقبال اللي يستاهله، ولسه خارجه يعني من زنقه وبحاول اقف على رجلي. اعمل ايه يعني؟ اضرب الارض اطلع 10,000 جنيه ولا يعني اسيب لكم شعري واحط احمر واخضر واشتغل لقاصه؟ اشتغل لقاصه مش عاوز بالله يا اخت كوريا. اهز يعني يا مولانا. اعوذ بالله. ومن يرضى لاختي، من يرضى لشريفه من شرفاء المنطقه؟ قم يا اخ سلومه، قم ولا تتكبر على الله وحب فوق راس جارتك كوريا. احب على راسها ايه يا عم الشيخ؟ انت عايز تتعلم عليا؟ انا راجل كسار ملوي هدومي وفي الاخر عب على راسها ده كسر راسها واللي شددوا لك كمان. ايه ده على راسها؟ صلوا على النبي يا عم زياد. حفله شراحه يا عم زياد. هذا حكمي، هذا حكم الذي يشبه القضاء في اهلي ولا رد فيه، اما تنفذ واما قسما برافع السماوات بلا عمل. انشق خطبه جمعه لا تجد كلبا يشتري منك لحم اللحم الحمير تبيعه. جرى ايه يا جزار البهايم انت؟ انت مش عاوز تكبر للراجل المحترم اللي الدنيا كلها بتكبر له، ولا انت عاوز الشيطان يغلوش على دماغك زي ما غلوش على دماغ مراتك البت نوال اللي تنشك بزورها؟ وكتاب الله لو ما كنت تكون تحب على دماغ البت الغلبانه اللي قاعده ده ايه لكون مش هردلك في الحته كلها يا سلومه. ايه رايك بقى؟ احب راسها. فين راسها؟ بصها من بعيد ما تلمسهاش. We'll be right back.
لله على السلامة يا روحي. الله يسلمك يا حبيبي. شفتي بقى طول ما انت معايا هتكسب ازاي؟ ما انا معاك اهو، وسبت كل حاجة عشان خاطرك انت. بس مروان اوعى في يوم الايام تخليني اندم على اللي انا عملته ده. تندمي؟ تندمي ايه يا خيلانة بنتي؟ انت مع مروان دايما كسبان. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ عامل ايه يا كاريا؟ انا جايب البضاعه بنفسي. ربنا يخليك يا باشا. تسلم. تسلم يا باشا. تسلم. ايوه تمام يا باشا. بقول لك ايه يا باشا، ما تنزل لنا في الفلوس بقى شويه والنبي. وانت بتدفعي يا كاريا ليه كده يا باشا؟ انت نسيت الاتفاق اللي بينا ولا ايه؟ ده انت اجدع حاجه فيك موضوع الشوكوك ده. وبعدين يا باشا ده انا عامله لك سيت في الحاره رهيب، ده كل النسوان الحاره عارفينك. ده انا معلقه صورتك هنا في المحل، حتى بص اهي مفيش وليه بتخش هنا وما بقولهاش ده صاحب الكريمات. خلاص يا كاريا بيعي ونتحاسب بعدين. ماشي يا باشا ربنا يخليك. سلام عليكم. سلام عليكم. معلش يا مدام ما كانش قصدي. مدام ايه ومش مدام ايه؟ مش تفتحي. معلش. اوعى بنت شيماء انت هتطفش لنا الزباين واحنا لسه بنقول يا هادي. معلش يا اخت اصلها لسه جديد، انا اغسلهولك بنفسي. اوعى بنت. ايه يا اختي ده؟ انت بتحط على شعرك غيره وانت بتسرحي؟ بقاله كام سنه ما اتغسلتش ده؟ بالراحة يا كوريا على شعري هيتقطع في ايدك. يوه ملبك اعمل ايه طيب؟ اه بتصرخي ليه دلوقت وانا جيت ناحية عينك؟ ما هو اللي مشبت في بعضه زي سلكة المواعيد. معلش اهو سلك اهو خلاص سلك. تعالي بقى يا بنت شيماء كملي، بس ما تجيش بقى ناحية عينيه، عايزاها تخرج من هنا نضارها ستة على ستة. ها؟ حاضر يا اسطى. يلا. بصي بقى يا اختي، ان شعرك شكله مهري من المكوى، لو كونات هيشيط. هيشطط كده وتروفه هتقف وتبقى عامله زي اللي حاطه صباعها في الكوبس الكهربي. اعملهولك بلا بابي انا عايزه اروح، خرجني من هنا، انا مش عايزه اقعد في المستشفى، انا مش عيانه. حاضر حاضر هنسال الدكتور دلوقتي اذا كان ممكن تروحي ولا لا. انا شايفه انها تفضل هنا شويه احسن، او تروحي اي مكان تغيري فيه جو وتغيري مودك. البيت لا، لو روحتي البيت هيجرى لك حاجه يا هايدي. ازيك يا هايدي؟ وصلت لمروان؟ عرفت منه حاجة؟ مروان؟ مروان هرب. هرب هو ونجوان. ايه؟ وحاول $50 مليون فلوس القرض اللي اخده من البنك باسم هايدي، ضمان شركتها ووصولها وممتلكاتها، حولهم على حساب بره مصر. انت بتقول ايه؟ انت عرفت الكلام ده من ايه؟ عرفت الكلام ده من البنك ومن المطار. البنك بدأ ياخد اجراءاته علشان يتحفظ على ممتلكات مروان وهايدي. أنا جيت عشان أطمن عليكي، بس للأسف لازم أمشي بسرعة عشان أتابع بقية الإجراءات. خلي بالكم منها. خرجني من هنا، خرجني من هنا، أنا مش هقعد هنا ولا لحظة. خرجني بقول لك من هنا، عايز أهرب من هنا. حاضر حاضر.